ومن هذا المكان الجميل اللي بيه أجواء تراثية حلوة، خلونا نتعرف هنا على حضرتك. أهلا وسهلا. سعد حوضي، أهلا وسهلا. أهلا بيك. حضرتك مقيم بأربيل صح؟ لا، صار لي 7 سنوات مقيم هنا. 7 سنوات مقيم هنا. من وين حضرتك؟ الأنبار. من الأنبار. أهلا وسهلا. كل حياتنا اللي أهلنا بالأنبار وكل المحافظات العراقية والمخانة. بالبداية احكي لي، يعني شفنا هنا الأجواء الحلوة بهذا الكافيه، احكي لي شنو الأجواء بالنسبة لك بالداون تاون خاصة؟ وأني دائما أتردد على هذا الكافيه، هو يعني حلو، تراث، القهوة مالته طيبة، الأجواء هنا طيبة، يعني هو الطريق إلي للدوام مالتي منها، يعني دائما أنا أجي منها. بالنسبة لك شنو يعجبك أكثر شيء بالداون تاون؟ محلاته حلوة، الكافيهات مالته حلوة، البضاعة مالتهم حلوة كلش. نعم، يعني بي شغلات متنوعة، الكافيهات، أكيد طبعاً، الملابس، وبي فئات متنوعة، يعني أكيد طبعاً، الكبار والصغار، الكبار والصغار والأطفال والشباب. نعم. إذا لاحظ أكو عود يمك. يعني هاوي، يعني مو عازف عازف بس هاوي. نعم، يعني ايش قد صار لك بهذا المجال انه هاوي للعود؟ تقريبا سنتين. سنتين. وبالنسبة لك شوف الدعم مثلا لموهبتك، او ليش ما مثلا؟ انا اصلا معلم فنية. معلم فنية. ايه، فتعلمت العود من اجيت هنا. نعم. يعني هل تعتبره شيء مشترك، الرسم والعود؟ اكيد طبعا. كله فن بالنهاية. هو كله فن طبعا، موسيقى، رسم، هو كله فن. طيب أنا شوقت إنه أسمع شيء من عندك، ممكن؟ إن شاء الله. تمام. سمعتم شيء الكرسوم؟ نعم. الله عليك وعاشت ايدك. شكرا جزيلا لك، وجدا استمتعنا وياك واخذنا من وقتك.